سعود شجاعي امام الايراني. الكره مقطوعه وصلت الى دقان 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 تاخر فيها لكن لعبها للكوري شو يونغ ودقان وبعد ذلك وفرصه في المرمى. جول جول من علي مجبل. علي مجبل اذا يسجل في هذه الاثناء هدف التعادل لمصلحه الشمال. ممتازة وذكية اللقطة الماضية. راح نشوف الإعادة وكيف وأن داغانو استطاع أن يضع هذه الكرة على الطبق من ذهب. يا سلام على اللقطة الماضية وإن كان فيها شك بوجود تسلل لكن شوف اللمسة الأمامية وبعد ذلك الرأسية التي لا تجد مكانا لها سوى معانقة شباك الحارس جمال العمودي. يسجل علي مجبل يسجل الشمال يتعادل الآن في هذا التوقيت توقيت جيد وإن كان متأخر نوعا ما. الطموح كان أكثر من مجرد حصد نقطة من